5 اسباب غريبه بتنجح مسلسلات محمد سامي. اول سبب انه بيكتب السيناريو في البيت ومش بيجيبه جاهز عشان بيشوف انه اشطر وخطه احسن من باقي الكتاب، والحبكه اللي بيعملها هو اللي عارف خلطتها وسرها ومقاديرها، والاحداث اللي بتحصل ممكن يكتبها وهو قاعد بيتغدى عادي. تاني سبب بيختار اضعف قصة ممكن تتكتب وبتبقى اتهرست قبل كده 100 مرة عشان من كتر سهولتها الناس ما تقدرش تخمنها ولا تعرف ايه اللي ممكن يحصل، وعشان كده ممكن تلاقي الريفرنس بتاعه مجلة ميكي مثلا، فبتلاقي القصة طالعة معاه اضعف من شخصية سيد اخو جعفر العمدة، وضعف الشخصية ده بيخلي كل الناس ملمين بالمسلسل بتاعه عشان عايزين يعيشوا الدراما وما يفكروش ايه اللي هيحصل. تالت سبب انه بيموت ابو البطل في اول 5 حلقات، لازم ما يقدرش يطول اكتر من كده، ولازم ابنه يحضر الجنازة ويشيل النعش، وده بيدي ايحاء للمشاهد ان البطل ظهره اتكسر والحياة هتيجي عليه وهيبقى ملطشة للي رايح واللي جاي. والغريب بقى ان كل اللي الناس بتتوقعه هو اللي بيحصل، وبيبقى البطل فعلا واخد على دماغه من الكبير والصغير، وده اللي بيخلي التوليفة بتاع سامي رمضان ناجحه جدا، لان محمد رمضان دموعه كتير وهيقدر يخدم على الحتة بتاع استعطاف المشاهد. اما رابع سبب، محمد سامي بيخلي المشاهد يدخل معاه في الاحداث ويتوقع المشاهد اللي في الغالب توقعاته بتطلع صح، وهنا المشاهد بيحس بشكل لا ارادي انه مشارك في احداث المسلسل لانه خمن حاجة هتحصل محدش يعرفها، بالرغم ان الكل بيبقى عارفها لان كل المشاهدين بيبقوا مفكرين انهم مخمنين حاجة محدش يعرفها غيرهم. اما بقى السبب الخامس والاخير، بيبقى استثارة فضول المشاهد عن طريق نهاية كل حلقة، فبيخليك قاعد على نار عشان تعرف ايه اللي هيحصل الحلقة الجاية، رغم ان كل احداث المسلسل بتبقى سهلة، بس زي ما قلنا هو بيخليك تدخل معاه احداث المسلسل ويحسسك انك بتشارك في صناعته. قول لنا انت بقى ايه الاسباب الغريبة التانية اللي بتنجح مسلسلات محمد سامي، علشان لو شاركته اسبابك طلعت صح هيبقى ليك معانا جايزة وهتكون